مرحبا برج الجوزاء، أهلا فيكم في قراءتكم العامة. عندك ثلاثة سيوف، هذه أشوفها طاقة الماضي. أنت أشوفك هني تعمل في مشروعك أو في حتى في الوظيفة، تعمل ضمن مجموعة عدة أشخاص تقريبا مساوين لك في المستوى. إذا كنت تعمل في سوق فعندك عدة منافسين، ولكن أنت اللي لطالما يا برج الجوزاء اضطريت أنك تتحمل أسوأ الظروف. يعني الوقت اللي أخذت فيه الوظيفة، الظروف اللي أخذت فيها المشروع كانت دائما الأسوأ. أكثر العقبات وضعت في طريقك سبحان الله كنوع من اختبار لك لتقويتك أو عشان يتم أنت تكون مستعد وتجهيزك لشيء أكبر قادم في الطريق. خلنا نشوف وراها سبعة الخماسيات. السبعة هو دائما رقم الانتظار، رقم ان احنا زرعنا ولحد الان ما شفنا نتائج جهودنا، ننتظرها لحد الان. زرعناها من زمان، قبل سنة سنتين، صار لنا فترة طويلة نتعب ونتحمل ونمر بأسوأ الظروف. من بين الكل احنا قاعدين نتحمل الاصعب، من بين الكل كأنما العقبات تدورنا، وين احنا تلحقنا لحد الان؟ ما قمنا نشوف بوادر الثمر. زرعنا من زمان ولحد الآن ننتظر، ولكن في الفترة القادمة أشوف أن بداية من هاي السنة، من هاي السنة وخصوصا من شهر سبعة ينتظرك، أو المستقبل لك هو المستقبل المشرق في الوظيفة أو المشروع. ليش أنت هني؟ أقول لك على قدر التعب على قدر ما أنت تحصد، هذه هي الرسالة لك. على قدر ما أن العقبات وضعت في طريقك وأنت مريت بالأصعب والأسوأ، على ما كثر ان نشوف عندك كرت الشمس، الاضواء ستسلط عليك من غير منازع. هني كان في منافسين، مو معناته ان المنافسين راح يخرجون من السوق او اللي يعملون معاك كزملاء عمل ما راح يكونون موجودين، ولكن انت اللي راح تتميز كونك الافضل، انت اللي راح تحصد الوسام، انت اللي راح تحصد جائزة افضل موظف، انت اللي راح تحصل على المنصب، انت اللي راح تبين في عيون الكل مو فقط المحيطين فيك، الكل، ان انت المميز في مجال عملك. اشوفك ان انت دخلت في مجال يا برج الجوزاء، مجال عمل او مشروع مو الكل بالراحة يبدع فيه. اللي يدخل هذا المجال يضطر انه يتحمل الكثير من التعب، التعب مو الجسدي، النفسي، طاقة، يستنزف مواردك، يستنزفك من الداخل إلى الخارج نفسيا. هذا المجال طول ساعات العمل، طول الوقت، ساعات عمل طويلة متعبة، مو النتائج اللي تتوقع أنك بدقة صبع تشوفها أمامك، ولكن ثمار كل تعب هاي السنين. احتمال 3 سنين، 3 شهور، عندك رقم 3، 3 مع 7 يكملون الرقم في التارو، نصل إلى 10. لما نصل إلى 10 معناته الاكتمال، اكتمال أن برج الجوزاء هني تميز في أدائه وما له منازع. إذا أنت مثلا عندك مشروع، الكل راح يشوفك أنت، خصوصا زباينك، الكل في السوق ينظر لك أن في كثيرين منافسين، في كثير في السوق، ولكن صاحبنا برج الجوزاء هو المميز. لما يكون في منصب شاغر جديد لمنصب أو لترقية في الفترة القادمة، ما يفكرون يمين يسار قبل ما يختارون من هو الشخص الأمثل، لأن الشخص الأمثل هو أنت، أنت اللي تلاقي النجاحات والأضواء تسلط عليك في الفترة القادمة إن شاء الله. طبعا مع السعي، مع الأخذ بالأسباب والمسببات. خلنا نشوف جانب الأموال. 9 الأكواب، الرخاء، تحقيق مستوى مميز من الرخاء المادي لنفسك. يعني راح انت تأتيك الفلوس وانت اللي تحافظ عليها وانت اللي تصرفها منك وإليك، بما معنى. وراها الامبراطور حسه شوي ممتنع عن العطاء، لانه يقول انا اللي تعبت في هاي الاموال. والاجتماع، في ناس قريبين منك عزيزين عليك راح يطلبون منك نوع من المساعدة خصوصا المادية. أشوف هني برج الجوزاء قاعد يقول لهم، للأشخاص بشكل عام، أنا أحبكم ومستعد أني أساعدكم، أوقف معاكم، إلا في الأموال.
الأموال أنا تعبت عليها لنفسي، بنفسي ومن أجل نفسي، اعتمدت على جهودي الخاصة، لأن رقم 9 دائما رقم الشخص الواحد، ما في معاها جماعة وما في معاها معاونين، فقط أنا اللي أنجزت. ممكنني أساعدكم في كل شيء، أرشدكم، أعلمكم، أعطيكم نصايح، أوقف معاكم أيضا، ما عندي مشكلة، ولكن إلا الأموال لا تقربون منها. احتمال هذه النصيحة أيضا لك بخصوص المساعدات، الأشخاص اللي حولك، حبايبك والمقربين منك اللي يطلبون منك مساعدات مالية في الفترة المقبلة. لا هني كأنما هذا 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 سوري هذا كرتك، كرت الجوزاء، كرت العاشقين والاجتماع. انزين هني يقول لك حبك للأشخاص لازم تتعلم انك تحبهم، ولكن في نفس الوقت تساعدهم ان يساعدون نفسهم، ان عندك ملك الملوك وهو الامبراطور. انت وصلت الى الحكمة واكتشفت ان ما في فايدة انك تاخذ الفلوس وتعطيها الناس حتى لو كانت متوفرة عندك وبكثرة. لازم تعلمهم هم يساعدون نفسك، هم يساعدون نفسهم، وهم يتحركون من اجل نفسهم. ما في فايدة، ما في فايدة تظل تضخ اموال يا برج الجوزاء. هذه رسالتك المالية لهذا الشهر، حافظ على اموالك من اجل نفسك، انت بالاحوج، انت احوج اليها. طبعا اذا في ظرف طارئ، مثلا احد من الاهل يحتاج مساعدة مالية مضطرين، هذا استثناء، ولكن بالعادة لا تعود اللي حولك، حبايبك، ان انت المخزون، انت الكنز اللي يأتون يغرفون منه متى ما نقصت عندهم الأموال بسبب سوء إدارتهم. لا تخلط بين العقل والحب في الفترة القادمة عشان ما تتخربط أمورك المالية. أشوف أيضا أن المادة ستكون متوفرة أمامك، يعني آخر اهتماماتك في الفترة القادمة المادة هي اللي راح تأتيك وبراحة، فلا تفكر فيها كثيرا، لأن الشيء كل ما فكرنا فيه وألحين عليه كل ما ابتعد. هذا في علم الجذب. برج الجوزاء، دراسة وتحصيلك العلمي خلال هذا الشهر، عندنا 8 السيوف، أوكي، عقبة بسيطة إن شاء الله تتخطاها، عندنا 5 الأغصان والسيف الأول. راح أقول لك بالمختصر في حياتك العامة، مو بس في الدراسة، هاي نصيحة جميلة من أجل كل الأوضاع، لا تسمع من فلان وفلان، لا كلمة توديك وكلمة تأتي بك، لازم يكون لك رأيك الخاص. تسمع، مو عيب انك تسمع وتاخذ مشورة اشخاص متعددين حولك، منهم اصدقائك، زملائك في العمل، ناس اصحاب خبرة اكبر منك، ولكن لا تخلي هذا الشيء يخلي نظرتك الى الامور تصير محدودة. بما معناه كلهم، كل اللي حولك مثلا اصدقائك في الدراسة يقولون لك هذا التخصص صعب، خلاص انت اخذ الفكرة وتصدقها ان هاي التخصص صعب، وحتى لو أنا راغب فيه، عندك طاقة النار، الرغبة، راغب فيه، ما راح أدخله لأن هذا التخصص صعب. تأخذ رأيهم بخصوص شخص مثلا دكتور عندك، هذا الدكتور ما يساعد، أنت ما جربت عن نفسك يا برج الجوزاء. هذه الرسالة لك، لا تسمع، لا تفتح إذنك للقيل والقال، أنت لازم تبني رأيك عن التخصص وعن الدراسة وعن حتى تجربتك الخاصة في التخصص منفردا، بدون ما تسمع لكلمات فلان وعلان. كلماتهم تأثر على افتراضاتك قبل ما الشيء نفسه يصير. مثلا يقولون لك الدكتور هذا صعب المراس، انت تتعامل معه وتشوف ان احسن ما يكون مو صعب المراس، وانما مثلا حقاني، الناس يقولون عنه، تفسيرهم له صعب المراس، او هذا التخصص مثلا عليه طلب، هذا التخصص ما عليه طلب. اللي حولك أشوفهم في الفترة القادمة في التحصيل العلمي قاعدين يحدون من رؤيتك وإمكاناتك إذا ظليت تأخذ برأيهم. خليك مستقل في رأيك بخصوص الدراسة، اسمع للكل، ولكن في النهاية خل توجهك توجه مبني على رأيك الخاص. إنزين، تقييمك للأمور، مو تصدق كل اللي يقولون لك، لأن في النهاية عندك السيف الأول، الوضوح، الاكتشاف، راح تكتشف ان كل هاي، يعني مثلا قاعدة اشوف هني دائما 5 الأغصان هي طاقة الحسد والعدوان، العدوان اللي يلبسون رداء الاصحاب، في اشخاص ما يضمرون لك الخير وما يريدون ان يشوفونك تخرجت من افضل تخصص ومن تخصص قوي، يظلون وراك وراك يقولون لك هاي التخصص مو زين، هاي الدكتور مو زين، يخوفونك، طاقة التخويف، طاقة الحسد، بسبب يحسدونك فيخوفونك عشان يدخلون يتمكنون
من مخاوفك وراسك، إذا دخلوا راسك تمكنهم منك. فأنت هني محتاج أن تبتعد عن هذين الناس. أول شيء تكتشف منهم، وثاني شيء تبتعد عنهم. عندك السيف الأول الوضوح، راح تتضح لك أن كل الكلام اللي قالوه مو صحيح. الدكتور الفلاني ليس سيء، التخصص الفلاني ليس سيء، الامتحان الفلاني ما راح يكون صعب. لا، عندهم طاقة تخويف من أجل ترهيبك فقط، لا أكثر ولا أقل. لا تخليهم يشتتونك. أنت محتاج في تحصيلك الدراسي في الفترة القادمة إلى التركيز، التركيز على الحقائق فقط. يعني أشوف دائما كلامهم يخص المشاعر ويخص الآراء، ما يخص الحقائق. ابتعد عنهم، الغوا وجودهم، اطلع من سجنك الخاص، افكارك ومخاوفك الخاصة. احتمال انك متخوف من نتائج او من فترة امتحانات قادمة، من تخصص جديد مقبل عليه، لا. الشيء الوحيد اللي تقدر تسويه والحل الوحيد امامك ان انت تجرب من اجل نفسك، ما تاخذ تجربة الاخرين تطبقها على نفسك. في اشياء ما يحتاج نجربها، مثلا اذا القينا نفسنا من سطح مبنى عالي راح نموت، هاي الأشياء ما يحتاج نجربها. ولكن لما يخص أشياء ثانية، تخصص، حرفة، بكرة وين راح تتخصص، لا تأخذ رأيهم. هاي الأمور ما تقدر تأخذ تجارب الآخرين وتطبقها على نفسك، محتاج أنت اللي تدخل في الموضوع بنفسك. خطواتك الخاصة، تجربتك الخاصة هي اللي راح ترسم أمامك الطريق. فلا تتشتت عزيزي برج الجوزاء. إنزين، الحين نشوف جانب الهجرة. عندنا كرس العالمة، عينك على الهجرة، ترغب أن تهاجر. خلك تراقب الوضع من بعيد وبسكوت، لا الكل يدري، لا تخلي دائما اللي حولك دائما يدرون أن أنت عينك على موضوع الهجرة، أن أنت أصلا قاعد تراقب متى يفتحون أبواب الهجرة إلى ذاك البلد اللي في بالك. تكتم على الموضوع وراقب من بعيد. ثلاثة الأكواب وفارس الأغصان. ثلاثة الأكواب هني قاعدة تقول لي إذا دروا عن موضوع الهجرة، هاي الأشخاص اللي حولك إذا دروا عن موضوع الهجرة راح ينتشر. ثلاثة الأكواب هو كرت الاحتفال، الفرص معدودة والمقاعد معدودة للشيء اللي راح يفتح أمامك. لازم تنتظر وتترقب اللحظة اللي تشم فيها ريحة خبر، أو تسمع أنه فتحوا مثلا باب قبول طلبات الهجرة في التخصص الفلاني للبلد الفلاني، على طول تروح لوحدك تقدم. إذا انتشر الخبر راح تزيد المنافسة، راح تصير أنت وألف غيرك تقدمون على نفس هاي الفرصة المعدودة. هذه هي النصيحة لك. فارس النار دائما يقولون بالانجليزي be on the lookout، دائما كن مترقب، تنتظر بس متى تأتيك إشارة، تشيل أغراضك، يكون حملك خفيف حتى، تشيل أغراضك وتنتقل إلى الدولة الجديدة أو الدولة اللي ترغب بالهجرة إليها. أنا قاعدة أشوف هنا يا برج الجوزاء إن الخبر راح يأتيك على فجأة. الفرسان هم طاقة التغيير، خصوصا فارس النار، التغيير اللي يدخل سريعا ويذهب سريعا. هذه هي فرصتك في الهجرة، تنفتح النافذة فيها بسرعة، ولكن أيضا تغلق بسرعة، لأن عندنا الفارس اللي لا يبقى في مكان معين، لا يعتمد عليه. ما بالك إذا أشركت أشخاص ثانيين هني بالخبر وخليتهم يدرون ينتظرون وأيضا يخبرون أصدقائهم وأحبابهم. ليس في مصلحتك، ولكن ترقب، لأن الفرصة القادمة كأنما ما تعرف متى راح تفتح أبوابها. على جانب والصعيد الصحي، ثلاث الخماسيات من أكثر الكارتات اللي تكرر في قراءات شهر يوليو، أربع الأغصان وراء. قاعد أشوف هني أن عندك شيء يخص الركب أو المفاصل أو أي شيء يمثل دائرة في جسم الإنسان، أي شيء يمثل دائرة، عندك فيه ألم، عندك فيه ضعف، خصوصا المفاصل. أكثر شيء يجذبني الركب. مع الأخذ بنصائح الدكتور، قلة الحركة مو هي الحل
للمشاكل اللي تعاني منها. لازم تأخذ بتعليمات الطبيب مثلا تنزل وزنك، ولكن أبدا ما في علاج لأي مرض إلا ما ندر إن أنت تبقى في مكانك بدون حركة. الحركة هي اللي تساعدك على الشفاء، مو البقاء في مكانك. أوجد لنفسك طريقة تحرك فيها دمك، تحرك جسمك على الأقل، وإذا كنت مثلا مقعد أو مو قادر في الفترة الحالية إنك تتحرك، ولكن الحركة هي اللي تساعدك على تخطي أي عقبات تخص الوزن أو آلام في المفاصل وضغط على الركب. عندنا الساحر. الساحر هو إنك تأخذ تعليمات الطبيب ولكن إلى مستوى أقوى. الطبيب قال لك مثلا لا تتحرك أو تضع الكثير من الوزن على كذا كذا ركبتك مثلا، مو معناته أنك ما تحرك جسمك، حرك جسمك من دون أن تتحرك من مكانك. دائما هني الحلول المبتكرة، تطبق تعليمات الطبيب نعم، ولكن مو لدرجة أنك تنسى الحراك، مو لدرجة أنك تطبقها حرفيا، خصوصا إذا كنت مثلا أنت بحاجة إلى الحركة. تحرك دمك، حرك يديك على الأقل وأنت قاعد مكانك، عرفت؟ قم بتمارين الإطالة وأنت قاعد أمامك، قم بتمارين ما تخلي الضغط على الركب أو المفاصل تزيد على الأقل. قاعد أشوف هني أنك راح تتعامل مع شخص أو دكتور جدا مشغول، فيعطيك التعليمات بشكل مختصر وموجز، ما عنده وقت يشرح لك. أنت لازم تاخذ هاي المبادرة لنفسك، فلا تاخذ تعليماته بشكل حرفي، ابحث وانظر للموضوع بشكل أعمق من أجل نفسك. نشوف الجانب القانوني. عندك 6 أكواب، في غلطة صارت في الماضي، أنت غلطت أو دخلت في عقد كان المفروض ما تدخل فيه، دخلت في التزام المفروض ما تدخل فيه مع الشخص الخطأ، غلطة وصارت في الماضي. أنت لحد الآن تنتظر الحكم في الموضوع، عندك قلق لحد الآن، قلقان شنو بيطلع في المحكمة، هل راح يستدعوني إلى المحكمة، هل راح يحكمون معاي أو ضدي. عندك طاقة اللي مو عارف شلون أتصرف، لأني مش أنا الغلطان، ولكن أنا قمت بشيء يخليني قانونيا مسائل. فعندك خوف أو ترقب ما هو سيكون الحكم. 7 أكواب، 7 أكواب يقول لك لا تحاول انك لا تضيع طاقتك الحالية، طاقتك اليوم الثمينة اللي تحتاج انك تستثمرها في المشاريع والاموال والهجرة والحياة وحتى الحب، لا تضيع طاقتك في التفكير في غلط صار قبل 3 4 6 سنوات. غلط صار، تعامل معه ان غلط صار، لما يأتي الوقت لما يأتي الحكم تتعامل معه، بس لا تقلق قبل ما يصير الحكم. ها، ممكن ان الوضع قاعد اشوفه بشكل كبير، انا ما عندنا هني اي كارت استدعاء لامور قانونية، بشكل كبير في احتمال كبير ان الموضوع راح ينحل بشكل ودي، بشكل مساومة او مساواة، ما هي الكلمة settlement يعني بالانجليزي، انزين، ان راح يكون الموضوع ينجز قبل حتى ان يصل الى النظام القضائي. فما له داعي ان انت تقعد تستهلك طاقتك تفكر وتخاف من نتائج الحكم ومن نتائج غلطة انت غلطها في الماضي. خذ الموضوع على اساس انه درس لازم تتعلم منه، المرة القادمة لا تدين احد. في زمننا احنا صار اغلب اللي يطلبون منك الدين يطلبونه مو على اساس انه سلف يردونه، لا، يطلبونه وما يرجعونه. احنا وصلنا الى هذا النوع من الزمن، اموالك اللي تسلفها الناس اغلب الوقت ما ترجع الا ما رحم ربي. فلا تضع نفسك، هذا الدرس المؤلم لك، لا تضع نفسك في موقف مشابه ابدا. عشان كذي احنا دخلنا القراءة المالية، لو تشوف انها تنطبق على الجانب القانوني يحاكون بعض، ارجع للقراءة المالية تقول لك ان حب الناس وانصحهم واوقف معاهم وعطهم المشورة بدون ما تعطيهم من الاموال، بدون ما تعلمهم ان لما تنقسم الاموال يأتون يطرقون بابك، يحاكم بعض ترى. وخلنا نشوف قراءتك العاطفية. عزيزي برج الجوزاء، القراءة العاطفية هاي المرة سويتها باسلوب الغزل، راح تكون عامة ما فيها للمفصلين والعزابة والمرتبطين. انت خذ القراءة وطبقها على وضعك العاطفي باللي تحس انه يناسبك، بالاضافة الى ان القراءة العاطفية المفصلة
إنزين حق المنفصلين المرتبطين وأيضا العزاب راح تكون في فيديو منفصل عن هذا الفيديو، فلا تسألوني عنه الحين، إن شاء الله راح يكون بعدين. الغزل اللي طلع لك أنت يا برج الجوزاء هو هذا غزل رقم 96، راح أقرأ لك إياه وأقول لك أيضا معناه. يقول لك: تعال فقصر الأمل، فقصر الأمل ضعيف الأساس واهي الأركان، وأحذر الخمر فأساس العمر قائم على الريح ضعيف البنيان. الشخص اللي تتعامل معاه يا برج الجوزاء هو شخص كل يوم لراي، يوم حار يوم بارد، ولكن مو ترى انت تفكر انك قاعد تتكلم مع شخص عزيمته قوية، لا عزيمته مو قوية، عنده لحظاته من الضعف. يقول لك واهي الأركان، ضعيف يعني داخليا ضعيف مو قوي، يعني إذا قال لك لا اليوم أو إذا طلب أو ابتعد عنك اليوم أبدا مو معناته، كأنما الريح، شوف الريح شلون سريعة في التغيير، اليوم يطلب منك الابتعاد بكرة يدور قربك، جدا متقلب كما تقلب الرياح، افهم طبيعته عشان تفهم شلون تتعامل معه. وأنا عبد لذلك الشخص الرفيع الهمة الذي استطاع تحت هذه القبة الزرقاء أن يحرر نفسه من كل ما تتعلق به الصفات والألوان. يشوفك أن أنت على مستوى موازي له، يمكن اثنيكم من أبراج هوائية أو على الأقل أنت تفهمه، تفهم طبعه، طبعه بما أنه قال لك طبعه فيه طبع الرياح بما معناه أتوقع أنه أيضا برج هوائي أو متقلب. متقلب أنت الوحيد اللي قدرت، هو يحس أن أنت الوحيد اللي قدرت تفهم طبيعة المتقلبة وتتقبلها، حتى أنت الوحيد اللي تقدر تتعايش مع هذا الواقع. رفيع الهمة، إنسان دائما يرى نفسه رفيع أو متكبر، أو مو من حقي أحد يحاسبني، مش من حقي أحد يحاسبني، وأنا مش ملك لأي أحد. يحب أنه يكون محرر أو متحرر من كل الصفات من كل الألوان، هل إحنا مع بعض مو مع بعض، ما يحب أنه يكون مربوط في علاقة ومستقر. وما عساي أقول لك عما سمعت أمس في الحانة، وأنا خرب بالشراب، وأي البشارات أوصلها إلي ملاك التنزيل من عالم الغيب. عنك أنت يا برج الجوزاء في بشارات قادمة من عالم الغيب، لأن هذا الشخص جدا صعب التعامل معه، فكبونس كدفعة من الله سبحانه وتعالى راح تكون عندك مساعدة إلهية زيادة، مساعدة سماوية من الملائكة مرسلة من الله سبحانه وتعالى عشان يعينونك على هذا الشخص الرفيع الهمة. همة عالية، يحب يعاند، يحب يصعب الأمور، فتحتاج أنت سلاح أقوى أو شيء أقوى، شيء مو دنيوي عشان تتعامل معه، شيء يخص البشارات السماوية. فيا رفيع النظر أيها البازي الذي مأواه في سدرة المنتهى، لا يليق هذا الركن الأعزل الخرب بمقامك. في سبب يخلي هذا الشخص المتقلب مهما صار بينك وبينه يراك أن أنت على الأقل على مستواه من التصرف، من الفهم، تفهمه بالإشارة، لأن أنت على مستوى من رفعت همته، يعني هو يشوف نفسه أن أنت اللي تفهمه، حتى مستوى تعقيده مستوى تقلبه أنت اللي تفهمه. يقول لك هنا يا برج الجوزاء: لا تظل أنت حزين وتندب الأطلال ولماذا رجع ولماذا لن يرجع، أبدا لا تفكر بهاي النوعية من التفكير، لأنه يقول لك هذا الركن الأعزل الخرب، المكان اللي انت قاعد تبكي فيه على نفسك ما يليق فيك، انت مقامك يمكن حتى افضل من الشخص اللي قاعد تسألني عنه يا برج الجوزاء، مقامك على همته ورفعته او اعلى. لذلك عندي احساس كبير ان اثنينكم يعني من اثنينكم صعبين المنال، اثنينكم كأنما اثنينكم نوع من الطيور اللي صعب انها تستقر، أو عندها معايير جدا صعبة تبحث فيها عن النصف الآخر في شريكك. التقيتوا ببعض ولكن لحد الآن كل واحد عنده شك، كل واحد قاعد لحد الآن ينظر إلى الآخر يقول هل أنت الشخص المنشود ولا مش أنت، لذلك في تقلب. يقول لك:
إنهم ينادونك من شرفات العرش. أنت يا برج الجوزاء النداء يصل لك دائما، هني نشوف النداء السماوي الإلهي، إنهم ينادونك من شرفات العرش، وإنني لا أعجب ولا أعرف ماذا دهاك فبقيت في هذه المصيدة. الطير شلون ينصاد على الأرض؟ دام إنه هو يطير في السماء ما ينصاد. إذا أنت عرفت مقامك، إذا أنت عرفت ماذا تمثله بالنسبة لهاي الشخص، ما هي مكانتك حتى عنده، كيف هو يراك، يفكر فيك، يفكر فيك بطريقة جدا جميلة، وإن كان ما يراويك هالشي، وإن كان ما يعبر عن هاي الشي، أنت اللي قدرت عليه. فشلون أنت هنا قاعد لي في المصيدة؟ هذا هو اللي قاعد يستغرب منه الفال نفسه. ماذا دهاك فبقيت في هذه المصيدة؟ كأنما الرسالة لك إن ما في شيء ترى يمنعك إن أنت تتخلص من الدائرة اللي أنت فيها، دائرة المصيدة هذه. لا في سلاسل ولا في طعم ولا في شيء يقيدك، باختيارك أنت بقيت في هاي المصيدة. عندك شخص ترغب فيه، يرغب فيك، تعتقد أنك مثلا أقل منه مستوى، أو تعتقد أن هو صعب المنال، تعتقد أنه هو أعلى منك، أو صعب أنك تربطه في علاقة. اعتقادك هو اللي مخليك تتخربط هني. أقول لك أنني أنصحك فتذكر نصيحتي وعمل بها، فإنها تذكرة طيبة من شيخ لي في طريقي. رح يعطيك الحين الفال نصيحة قديمة حكمة. لا تغتم بهذا العالم ولا تطرح نصيحتي عن بالك، فلطيفة عشقي هذا قد استفدتها من مريد سالك. مريد سالك يقول لك العالم كله، وحتى الشريك، وحتى الحب، والحياة العاطفية، كل ما هو قانون في علم الجذب، كل ما طلبت الشيء ترى يبتعد عنك، كل ما اعتقدت ان هذا الشيء صعب، مستحيل فلان يرجع لي، ما اتوقع، أتمنى فلان يتزوجني بس ما أتوقع، أتمنى يصير بيننا لقاء بس ما أتوقع. أنت هني في نفس الوقت في قانون الجذب قاعد تفعل شيء اسمه عدم إيمانك أن هذا الشيء رح يتحقق. تشوفه بعيد، فهذا هو مصيدتك. إذا قدرت أنك تتخلص من هاي المصيدة العقلية الاعتقادية، أنت مكنت من حياتك العاطفية. لطيفة عشقي الهدية، أمنيتك في العشق، من اللي راح يعطيك إياها؟ مريد سالك، أهو أيضا هذا الشخص اللي أنت تسألني عنه يا برج الجوزاء، أهو محتاج للحب، محتاج لوجودك أكثر ما أنت محتاج له. راح أعيد وأكرر لك الجملة عشان تفهمها. الشخص اللي تسألني عنه أو حتى راح تلتقي فيه إذا كنت أعزب، هو يحتاجك أكثر ما أنت تحتاجه. إذا عرفت واقتنعت وفهمت هاي الكلام، رح تتمكن من هاي المصيدة، تخرج منها، لأنه ما في شيء يظل يمسكك فيها. وارضى بما قسم لك، وأفكك العقد عن هذا الجبين المقطب، فليس باب الاختيار مفتحا لي أو لك. في أمور معينة هي قسمة من الله سبحانه وتعالى، ما في فايدة أن نظل لو دعينا من الحين إلى يوم الممات إذا الله مو قاسمها لنا، لأن ما فيها مصلحة لنا، لأن ما فيها إرادة إلهية لنا، ما في فايدة. لا تطلب إلا الشيء العام، أطلب أني أنا أكون سعيد، أطلب أني يكون عندي حب، أطلب أني يكون عندي زوج. بس التدقيق أن إحنا نأتي بالمجهر نقول لازم فلان أو لازم علان، أتمنى فلان ما عليه، ولكن تصر على شخص، فهذا في قسمة الله. مو حتى أنا تزعل لأني أقول لك هذا الكلام الواقعي يا برج الجوزاء، هذا قسمة من الله سبحانه وتعالى. القسمة لا هي بيدي ولا هي بيدك. لو هي كانت بيدك، كان أنت هل انولدت في هذا مثلا الوقت، هل كنت راح تختار نفس الأسرة، نفس العرق، نفس الدين؟ وبالاختيار مو مفتوح لا لي ولا لك. كلنا في أمور معينة نصل، إحنا نتمنى، ولكن نصل إلى حد معين نكون فيه مو مخيرين، قسمة من الله. إنزين، كأنما كل ما أنت صار عندك استسلام، كل ما الأمور ترى بالعكس، مو الاستسلام إن أمورك اللي تتمناها ما راح تصير، هذا اعتقاد خاطئ. الاستسلام إنك تكون سعيد. إذا صرت سعيد أو قانع بما في مقولة، إن إذا قنعت باللي الله سبحانه وتعالى يعطيك إياه مهما كان، بما معناه،
وقتها الله سبحانه وتعالى يعطيك اللي أنت به. نسيت الكلمات بالضبط ولكن هذا هو معناها. يقول لك: ولا تطلب من هذه الدنيا الواهية الأساس أن تصدقك العهد، فهي عروس عجوز أران. ولا تطلب من هذه الدنيا الواهية الأساس أن تصدقك العهد، فهي عروس عجوز أراد الاقتران بها آلاف من أبنائها. لا تظل متمسك بأي شيء في الحياة، خليك متوكل. متوكل أفضل من أنك متمسك أو مصر حتى. وأنت أيها البلبل الواله، ليس في تبسم الورد أثر للعهد والوفاء، فنوح إن شئت فهذا زمان النواح والعويل. عبر عن رغباتك، عرفت؟ لا تظل تكبت داخلك، خصوصا رغبات متعلقة بالحب والشراكة. إذا في أمور تريد أن الشريك يسويها لك، نوح، عبر عن رغباتك، تواصل معه، فهمه، لا تظل تكبت داخلك. هذه هي النصيحة لك. وأما أنت يا ضعيف النظم، فلما تحقد على حافظ. حافظ هو اللي كتب هذا الشعر، هذا شعر جدا قديم. والله وحده هو الذي أعطاه القبول لما يجول بخاطره ولما ينطق به لسانه. هذا الفال مخصص من أجل قراءة الطالع. لما أقرأ الطالع، سواء حافظ بشكل منفصل عني وهو اللي كتب هاي الأبيات، أو لما أنا علي أقرأ الفال، لما تكون القراءة متوافقة مع رغبات الشخص نشوف مديح، ولما نشوف قراءتنا تخص الواقع والحكم والإرادة الربانية نشوف في صد من الناس، نشوف في هجوم من الناس، كأنما إحنا قاعدين ندعو ضدهم إن ما تتحقق أمانيهم. أبدا أبدا مو هذه هي الحقيقة، ولكن السلام الداخلي ينبع من إن عندنا رب أعظم وأقوى منا، يعلم برغباتنا. وإذا رغباتنا اللي داخلنا حتى في الحياة العاطفية هي وفق لمصلحتنا، وفق للإرادة الإلهية، راح تتحقق. رغباتنا ما هي إلا ذرة حقيرة تجاه قوة أو مقابلة في قوة الله سبحانه وتعالى. فلا تزعل على أي شيء، لا تزعل على، خصوصا على الناس اللي يعملون في قراءة الطاقة وعلم التارو أو حتى في الفال. هم مجرد ينصحونك أكثر من حتى أن يكشفون لك الغيب، هم ينصحونك. فإذا النصيحة لم تعجبك، انظر داخل نفسك، لا تهاجم. الرسالة لك هني من حافظ وهو كاتب هاي الشعر، إن لا تهاجمني ولا تهاجم حتى الآخرين، لأن كل شيء من عند الله، الله وحده اللي أعطاه القبول. إذا الرسالة ما عجبتك، ارحل في سلام، لأن أنت تقدر أنك تهاجمني، تقدر أنك تهاجم حافظ، تقدر أنك تهاجم تارو، ولكن في إله أعلى أعظم من أنك تواجه. هاي رسالة لكل اللي ينتقدون، رسالة أن أنت ما تقدر تواجه إرادة الله سبحانه وتعالى. سواء هاجمتني، قلت اليوم علي زينة قراءتها، اليوم علي سلبية قراءتها، مهما قلت، مو اللي أنا أقوله راح يتنفذ، اللي الله سبحانه وتعالى يريده. تقدر تحاربني، ما تقدر تحارب إرادة الله. تقدر تخرج من طاقتي أو قراءاتي أنك ما تشوفها، ولكن ما تقدر تخرج من رحمة الله سبحانه وتعالى، شئت أم أبيت. فكل ما سرعت عملية استسلامك لإرادة الله، كل ما ترى بالعكس الأمور اللي ترغب فيها في الحياة مع الشريك، الحب، راح تحدث. ولكن لا تكون وايد دقيق، أريد إلا الشخص الفلاني، فلان ولد فلان، لا، مو بهاي الطريقة، بطريقة توجهك إلى الله سبحانه وتعالى. عزيزي برج الجوزاء، أنا أعلم أن أنتو أكثر نضجا من أن حتى تنتقدون أي رسالة تأتيكم من ناحية علم الطاقة، ولكن هذه رسالة للآخرين اللي ما يستطيعون أن يتعاملون بطريقة صحية مع الرفض، رفض الله سبحانه وتعالى لتحقيق أمنية عندهم ورغبة جدا شديدة. هم مو قاعدين يعاندوني أو ينتقدوني، هم قاعدين يعاندون الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يكتب، هم يقولون إحنا نعترض على كتاباتك ونعترض على قراراتك، لأني أنا أريد فلان ولد فلان. ليش فلان ولد فلان لحد الآن ما تزوجني؟ ومتى راح يتزوجني؟ إذا الله سبحانه وتعالى ما كتب هذا الشيء، لا بيد أن يحدثون هذا الشيء في حياتكم. إحنا مجرد نقرأ لكم الطاقة الحالية اللي هي دائماً